أطلقت روسيا قمر اتصالات يامال 601 إلى مداره في الفضاء بواسطة الصاروخ الناقل بروتون إم الذي انطلق من مطار بايكونور الفضائي الروسي في كازاخستان. ويعد مشروع يامال 601 جزءا من البرنامج الوطني لتطوير شبكات الإذاعة والتلفزيون في روسيا. وهذا القمر الذي تم تطويره بناء على طلب من إحدى الشركات الروسية المشغلة لأقمار الاتصالات مع استخدام مكونات فرنسية، وهو الأقوى بين الأجهزة الروسية المماثلة، وهو سيضمن الاتصال المستقر لسكان جزء كبير من أراضي روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة وأوروبا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.